أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الهولندية لاهاي. وأكدت الوزارة بأن هذا الاعتداء الآثم والجبان يمثل انتهاكا وتعديا على كل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرة إلى وقوف وتضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.